مين من الفنانات الموجودين دلوقتي شايفاها تقدر تبقى نجمة إغراء؟ يعني إيه معنى إغراء؟ أنا عايز أعرف. يعني سهير رمزي بس. أنا مش إغراء، أنا عمري ما كنت إغراء. الدلع والشقاوة والبنوتة يقول كده، معلش إنما مش إغراء. أنا ما بحبش كلمة إغراء لسبب، لأن الإغراء ده تبقى بوسترات معرفش معمولة إزاي، صور معينة إزاي. طب إحنا كان عندنا نموذج الست الجميلة الحلوة هند رستم، ولا تتعوض ولا هيجي زيها ولا في حد بقى ربعها حتى. هو كله بيختصر بس كلمة الدلع في كلمة الإغراء وبنلمها، يا فاهم؟ بس هو الشخصية، يعني زي ما هتكلم تاني على فيلم زي اللي عملته المذنبون، وعشان كده أنا لما يجيبوا سيرت بقول لهم يا جماعة أنا ما عملتش إغراء فيه. هي شخصية الست دي كانت كده، شخصية الست اللي في الفيلم، مش شخصية سهير رمزي. أنا في الطبيعة لا يمكن أكون مغرية ولا أكون ست عادية جدا جدا، إنما ممكن تواضع عادي جدا، تواضع عالي والله، لا بجد والله. إنما الزوايا، المخرج واللبس والمش عارف والموضوع والحاجات دي هي اللي بتحطنا في الكادرات دي. إنما نكال علي، أنا عايزة أبقى ممثلة كوميدي. لا والله عليك. بس ما قلتليش برضو مين الممثله اللي شايفاها ممكن تبقى اكتر واحده دلوعه وشقيه؟ والله في كتير، في كتير، في بنات كتير انا بيعجبوني قوي قوي قوي. مش شرط تبقى دلوعه بس ممثله حلوه. يعني انا بتعجبني قوي هند صبري طبعا، وبتعجبني قوي منى شلبي، ممثله جميله. انا مش عايزه انسى حد، بس طبعا منى زكي انا بعشقها، انا بعشق منى زكي، فنانه فعلا وممثله كوميديانه خطيره جدا على فكره. زي ما اكتشفنا ان نيلي كريم ممثله كوميديانه، يعني شوف عملت دراما قد ايه، وفجاه لما عملت كوميدي كانت واو. فاحنا عندنا ناس حلوه قوي.